خدود ناعمة وممتلئة، جباه خالية من التجاعيد، هذه هي الملامح اللي اعتدنا نشاهدها بين المشاهير المهووسين بالوسامة والجمال والمعايير العالية. لكن مظهر جديد بدأ يظهر في هوليوود، عيون غائرة، خدود هزيلة، جلد مترهل، أطلق عليه صيحة الوجه الأوزنبي. وطبعا من اسمه واضح أنه ناتج عن فقدان الوزن بإبرة التنحيف الشهيرة. كيف نعالجه؟ هو موضوع فقرتنا مع استشاري التجميل الدكتور حسن النعيم. نرحب باستشاري جراحة التجميل الدكتور حسن النعيم. يسعد صباحك دكتور حسن. أهلين وسهلين، شكرا على الاستضافة. أهلين وسهلين. يعني يبدو أنه الآن الوجه النحيف هو الموضة، صاروا خلاص استغل الموضوع أوزمبيك، أنا صار وجهي نحيف هذه الموضة. ولكن صراحة يعني صار جدا في شحوب، في نزول في الخدود، في شيخوخة. هل مشكلة أنه الواحد لما ينزل وزن بشكل سريع كيف يأثر على الجلد وعلى المادة الدهنية أو الدهنيات في جسمه خصوصاً الوجه؟ طبعاً الأوزمبيك، مصطلح أوزمبيك فيس، هذا مصطلح خاطئ. أي خسارة وزن سواء بالأوزمبيك سواء بالسليف بالتكميم، خسارة وزن كبير، كلها تسبب نفس الشيء اللي هي خسارة الدهون. دائماً في الأطفال يكون عندهم تشابي فيس، يكون عندهم دهون كثيرة. إحنا بالأوزمبيك وبخسارة الوزن بسرعة هذا يسبب في ضمور في الدهون، وهذا يسبب انه علامات الشيخوخه تكون موجوده بشكل اسرع في الوجه وايضا في الجسم ايضا. مضبوط، يعني تلاقي الوحده في العشرينات لكن وشها بسبب خساره الدهون. الدهون مهمه والناس ما يبغوا يعني يخسروا دهون من الجسم، بس دهون الوجه نبغاها مهمه. طيب اذا كيف نعالج هذا الشحوب وهذا نزول الجلد والخدود اللي راحت بانه خلاص انا اليوم فقدت وزن، اذا كيف استعيد نضاره وجهي؟ طيب يا ريم، في اكثر من طريقه، في طرق علاجيه جراحيه وغير جراحيه. الطرق الطبيه ممكن نحقن الدهون ونرجع نحقنها مره ثانيه، اذا النانوفات اللي هي النانوفات او النوع الثاني المايكروفات، وممكن نحقن ايضا الفيلر او الكولاجين ستيموليتر، محفزات الكولاجين زي الريديس زي السكالبترا. إذا ما نفعت هذه الأمور ممكن نلجأ للعمليات الجراحية اللي هي شد الوجه وشد الرقبة لعلاج ترهل الجلد. أما لعلاج الامتلاء والحجم فزي ما قلنا اللي هي الدهون والفيلرز، وبالنسبة لخسارة الكولاجين والإلاستين نلجأ للكولاجين ستيموليتر اللي هي زي ما قلنا الريستيلين اللي هي الريديس والسكالبترا. أي بس معروف أنه خسارة الوزن السريع ونزول الجلد ممكن بيكون من علامات الشيخوخة المبكرة. صحيح. يعني ممكن أنها ما تتعالج بهذه السهولة بهذه الإبر. أي طبعا الإبر هذه هي اللي تسبب السرعة في ظهور علامات الشيخوخة، لأنه مع الأسف ما نقدر نتحكم أي منطقة دهون نقدر نتخلص منها. خسارة وزن يعني معناته أننا نخسر الدهون في كامل الجسم. مضبوط. نتمنى نلقى علاج أو دواء أننا نخسر دهون في منطقة معينة. شفت الدهون اللي هو الحل يعني الوحيد. طيب أيضا من علامات الوجه الأوزمبي خلينا نقول تجويف العين، بنشوف العيون بتصير شكلها اختلفت تماما. يعني صحيح. حتى الطبقة الدهنية اللي حوالين العين أحيانا هذه اللي هي العيون المبطلة تكون اختفت. صحيح صحيح، هي من أول علامات خسارة الوزن الكبير اللي هي تجويف في منطقة الصدغين، تجويف في الخد، وتجويف في منطقة العين أعلى العين وأسفل العين كمان. أيضا يكون في ترهلات في الجلد في أسفل الوجه اللي هي في الجاولز، وظهور الخطوط اللي هي النيزوليبيال فولد. ايضا يظهر هبوط او ترهل في منطقه الصدر ومنطقه البطن والارداف. طبعا الجسم كمان يروح فيها، يعني صح ان الوزن بينزل لكن مشكله الترهل هي المشكله الكبيره. صحيح. طيب يعني ذكرت بعض الاجراءات، بس خلينا نقول كل اجراء يناسب ماذا. يعني مثلا الان تجويف العين ونزول الحاجبين هذه، ايش العلاج حقها بالضبط؟ علاجها انها رجع الحجم، ونعطي امتلاء لمنطقه الصدغين ومنطقه اسفل العين سواء بالنانوفات او سواء بالفيلرز. بس الفيلرز ما هو دائم، يعني يعتبر بياخذ فتره بسيطه او يحتاج كميات كبيره عشان تعوض هذا النوع. صحيح، بس الفيلر نتائجه متوقعه اكثر من الدهون. الدهون ممكن تذوب، ممكن تحت العين ممكن تظهر تسوي زي البامبس تحت العين، ف
فبعض الأحيان نستخدم الفيلر بشكل أفضل من الدهون، نتائجه أفضل من الدهون صحيح ومتوقع أكثر. وبعض الناس يحبون الشيء اللي يذوب، يعني ما نبغى شيء دائم، يعني في ناس يحبون شيء دائم وفي ناس لا، يقولون نبغى 6 شهور نجرب وبعدين نحدد. طب ما إيش هي بعض الحالات اللي ممكن تستخدم فيها السكلابترا أو السكلابترا أو الريديس إنه بدون تخفيف؟ هل ممكن في هذه الحالة يستخدم بدون تخفيف؟ صحيح، من أهم الأشياء اللي نعتمد عليها سكالبترا أنها يعطي امتلاء في المنطقة، خاصة السكالبترا كان يستخدم في مرضى الـ HIV مرضى الإيدز قبل بسبب خسارة الوزن الكبير، فهو يعطي امتلاء طبيعي يحتاج أكثر من جلسة. أما الريديس فنفس الشيء، يعطي امتلاء بس ما هو زي قوة السكالبترا، أقوى. أي وظيفة السكالبترا هي إعطاء امتلاء، ودائما نستخدمه للناس اللي عندهم ذبول في الوجه. هذا إذا كان مخفف أو غير مخفف؟ لا جميع، هو دائما لازم يخفف، دائما السكالبترا لازم يخفف. إذا ما خففناه ممكن تظهر زي ما قلنا تكتلات من السكالبترا كلكيع. طيب المعضلة الكبرى ترهل الرقبة، هل هناك علاج غير جراحي إن أحل مشكلة الرقبة وصناعة الفك الجميل هذا المحدد؟ طيب في تنهيدة كبيرة يا دكتور، شكله الطلب ده بيجيك كثير. كثير يجي، أبغى أشد بس من غير جراحة. غير جراحة بس بالنظر. بالنسبة للشد يعتمد على درجة الترهل، إلى درجة بسيطة ممكن نستخدم أجهزة زي الرينوفيون وجهزة البودي تايت مع شق الدهون أو الألثيرة. أو الألثيرة الغالية اللي ما تجيب نتيجة. بس دائما في حالات التكميم وحالات الأوزيمبيك فيس يكون الترهل شديد شوي ونلجأ للعمليات الجراحية. مع الأسف. للأسف نحتاج، عشان كده لازم ننزل الوزن، ناخد وقتنا وناخد التايم حقنا في نزول الصحي. هذا الشيء تهتمون بالبروتين انتيك، كمية البروتين اللي تأخذونها مزبوط، شرب موية كثير والرياضة وشربة الكولاجين طبعا الكوارع وغيرها. شكرا لك دكتور حسن النعيم، شكرا لوجودك معنا. شكرا يا ريم، شكرا على الاستضافة.